سؤال ثالث سيدي، ذكرت في الخطبة وإن سكت عن فعلك مع توفر بعض المقدمات بان إن فعلك مطابق للشريعة وغيرها من المتعلقات. السؤال، ما هي بعض المقدمات وما هي المتعلقات؟ يرد السؤال في شوية صيغة، وإن سكت المعصوم عن فعلك، لو فعلت فعلا أمام معصوم، أصور شرحناها في بعض اللقاءات، أنا ما أتذكر فيه. فعلت فعلا أمام المعصوم وسكت عن فعلك هذا، فيكون شنو؟ إقرار، سكوت المعصوم إقرار لهذا الفعل لأنه مطابق للشريعة مع توفر مقدمات الحكمة، أي أنه ملتفت إليك في مقام البيان وما شابه ذلك، يكون شنو؟ وهو وسكت، إذن فعلي شنو؟ مطابق للشريعة وليس شنو؟ محرما. بعض المتعلقات، ألا يكون لتقية، ألا يكون لظرف طارئ من الظروف. لو سكت لوجود شنو؟ كان تتوضأ وضوء مخالف وضوء المذهب لو صح التعبير، وسكت عنك مع وجود شنو؟ تقية. هذا لا يكون شنو؟ تقرير، سكوت معصوم لو صح التعبير، او حجه او تقرير، او يعني امضاء لفعلك، لا يكون، وانما شنو؟ لوجود طارئ اخر. اذا المقدمات هي مقدمات الحكمه، بعض المتعلقات على بعض الظروف التي تطرا على المعصوم، التي تطرا على السكوت. اذا يبقى السكوت وامضاء المعصوم هو حجه الا ما عدا المقدمات والمتعلقات، مع النظر بالمتقدمات والمتعلقات.